نروح لزميلتنا هالة قنديل من سوق العبور، تقول لنا بقى ايه اخر اخبار الخضار والفاكهة اللي بيهم كل ام وكل سيدة. اتفضلي يا هالة. صباح الخير يا داليا، وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج نهار جديد. نحييكم مجددا من سوق الخضار لنتعرف على اهم وابرز اسعار الخضروات التي لا تخلو منها اي مائده مصريه من داخل هذا السوق. ومعانا عم احمد صاحب محل الخضروات في هذا السوق من سوق التوفيقيه. برحب بيك يا عم احمد. والنهارده بقى اسعار الخضار عامله ازاي؟ الحمد لله، والله الحاجه متوفره زي ما انت شايف. الخيار ب 5 جنيه الكيلو، والقطه ب 3 جنيه، والبطاطس ب 4، والبصل ب 3.5، والفلفل الالوان ب 15. اسعار حلوه يعني. الحاجات اللي اسعارها زادت عن امبارح، فرق مثلا عن امبارح؟ لا والله ما فيش حاجه زادت، نفس اسعار امبارح. حاجه حلوه ان شاء الله، وكل حاجه حلوه متوفره وكتيره يعني. الطماطم تاني كام؟ عامله كام؟ 3 جنيه الكيلو، والمستويه بجنيه ونص، اللي هي بتاعه العصير جنيه ونص، والجامده ب 3 جنيه. تمام. طيب لو اتكلمنا على بقى اسعار الخضروات اللي ممكن تنفع للطبخ، البسله والفاصوليا. الفاصوليا ب 8 جنيه الكيلو، والبسله ب 7، والكوسه ب 6، والبدنجانات الابيض والعروس ب 5. كل حاجه حلوه. والسبانخ 5 جنيه الكيلو، وكل والقلقاس ب 5 جنيه الكيلو. اسعار كويسه الحمد لله، حاجه متوفره الحمد لله يعني. تمام. طيب لو هتنصح الساده المشاهدين نصيحه كل يوم، ازاي يشتروا خضار كويس مش تالف؟ لا، التلف ده بيقعد يوم ولا حاجه ترمي. التلف طازه يوم بيوم، ياخد الحاجه بتاعته يوم بيوم، الصبح كل يوم يجيب حاجات طازه. الحاجه بتبات بتبقى بايته ومرضانه، ما هياخدهاش الزبون. وبعدين الزبون عارف اللي مرضانه ما بياخدوش غير حاجه طازه. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا يا عم احمد لتواجدك معانا، وبعود اليك مره اخرى داليا للاستوديو بعد ما تعرفنا على اسعار الخضروات من سوق التوفيقيه. بنشكر زميلتنا هالة قنديل من داخل احد الاسواق، وقالت لنا طبعا يعني اخبار السوق، يعني اسعار السوق، اسعار الخضار والفاكهه.